السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف أوضح كيفية قيام موظف بتسجيل حضوره وانصرافه في الشركة أو المكان الذي يعمل فيه عن طريق هاتفه المتحرك، ما هو الجوال أو الموبايل. أولا يجب على الشركة الاشتراك في نظام كامتند، وذلك بالدخول على موقع كامتند.com ثم إدخال بيانات المؤسسة وبيانات الموظفين. من ضمن البيانات التي يجب على الشركة إدخالها هو إيميل الموظف وكلمة مرور خاصة به لكي يستطيع الدخول على برنامج التبصيم أو تطبيق التبصيم. بالنسبة لتطبيق التبصيم الخاص بالموظفين سأضع رابط له في صندوق الوصف أسفل الفيديو. كما تشاهدون هذا هو تطبيق التبصيم، ويمكن تحميله من متجر جوجل أو متجر أبل. هذا هو التطبيق على متجر جوجل، أيضا هو متوفر على متجر أبل. عند تشغيل التطبيق تظهر شاشة التبصيم الخاصة بالموظف، وكما تلاحظون يوجد في الأعلى هنا الساعة التي يتم على أساسها تسجيل حضور أو انصراف الموظف، المكان الذي سوف يقوم بالتبصيم فيه، وطبعا يمكن تغييره بالضغط عليه. كما تلاحظون هنا هذه هي أفرع الشركة المسموح للموظف بالتبصيم فيها. على الموظف اختيار المكان الذي يريد التبصيم فيه. كما تلاحظون هنا هذا هو المكان الذي اختاره الموظف. بخصوص الساعة الظاهرة هنا، أود أن أنوه أن الموظف لا يستطيع التلاعب في وقت حضوره أو انصرافه، لأن التسجيل يتم بناء على الساعة الخاصة بالسيرفر، وهي ليست في متناول الموظف ولا يمكنه تغييرها. ايضا هنا كما تلاحظون توجد شاشة الكاميرا التي تعرض صورة الموظف اثناء التبصيم، يعني على الموظف ان يضع الجهاز امامه فتظهر صورته هنا، حيث عند تسجيل اي حركة من الحركات يتم رفع صورته الى السيرفر حتى يتسنى للمسؤول عن الموارد البشرية او مدير النظام التأكد والتحقق من أن هذا هو فعلا الموظف الذي قام بتسجيل الحركة. طبعا كما تشاهدون هذه هي الحركات التي يمكن للموظف تسجيلها. هنا أهم زرين هو الحضور والانصراف. بخصوص إذن الخروج، هو يستخدم عند قيام الموظف مثلا بترك مكان عمله بشكل مؤقت، مثلا للذهاب إلى مكان والعودة منه أثناء وقت الدوام. فمثلا يريد الموظف مراجعة المستشفى أو الذهاب لإحضار أوراق من جهة معينة، فعليه الضغط على زر إذن خروج، وعند العودة من هذا المكان يضغط على إذن دخول. طبعا هذا التطبيق يعتمد على خاصية الجي بي إس المتوفرة في جميع الهواتف حاليا. خاصية تحديد المواقع أو الجي بي إس ترسل المكان الذي قام الموظف بالتبصيم فيه إلى السيرفر، ومن ثم يستطيع المسؤول أو مدير النظام التأكد من أن الموظف قام بالتبصيم في مكانه. كذلك البرنامج لا يسمح للموظف بالتسجيل من أي مكان آخر غير أماكن العمل. فمثلا الموظف لا يستطيع التبصيم من منزله، سأقوم الآن بالتبصيم من منزلي على سبيل المثال وليس من مقر العمل. كما تلاحظون هنا لا يسمح البرنامج بالتبصيم وأظهر رسالة تفيد بذلك. سأنتقل الآن إلى مقر العمل، سأغير مكاني وأنتقل لمكان العمل لتسجيل التبصيم من هناك. سوف أقوم الآن بتسجيل الحضور من مقر العمل. كما تلاحظون تم قبول التسجيل وأظهر شاشة يمكن للموظف كتابة أي ملحوظات فيها، مثلا سبب التأخر، يمكنه أيضا تركها فارغة والضغط
ثم الضغط على زر المناوبة. تم تسجيل الحركة، كما تم التقاط صورة للموظف، كما تم أيضا تسجيل الموقع الذي قام الموظف بتسجيل حضوره فيه. لنفترض الآن أن الموظف يريد الانصراف، يضغط على زر انصراف. طبعا يجب أن يكون الموظف في مقر عمله كما أشرنا سابقا. طبعا يمكن للموظف كتابة أي ملحوظات هنا أيضا أثناء الانصراف، فمثلا يمكنه كتابة: استأذنت المدير في الانصراف مبكرا اليوم. طبعا كما لاحظتم يمكن للموظف استخدام الميكروفون وتملية الجهاز أو الكتابة بشكل يدوي على الكيبورد. بعد كتابة الملاحظات أو تركها فارغة عليه الضغط على المناوبة. هكذا تم تسجيل الحركة. أود أن أشير أيضا إلى أن في حالة انقطاع الإنترنت يمكن للتطبيق العمل وتسجيل جميع حركات الموظف بشكل طبيعي جدا، لأنه يتم تسجيل هذه الحركات على الجهاز داخليا، وعند عودة الإنترنت يتم رفع هذه الحركات إلى سيرفر البرنامج، ويمكن حينها للإدارة مشاهدة الحركات التي تمت. كانت هذه هي طريقة تسجيل حضور وانصراف الموظفين. طيب ماذا بالنسبة للإدارة؟ كيف يتابع المسؤول أو المشرف جميع حركات الموظفين من خلال هواتفهم أيضا؟ يتم ذلك عن طريق تطبيق آخر يسمى كامتند المتابعة. هذا التطبيق أيضا متوفر على الأندرويد والآيفون، يمكن تحميله أيضا من المتجر. هذا هو التطبيق، لونه هذا اللون الوردي. بعد تحميله سوف أعرضه على هاتف آخر. الآن سوف أعرضه الآن على هاتف آخر لأستخدم هذا في التبصيم وهذا في المتابعة. هذا يكون مع الإدارة أو المشرف أو مدير النظام، وهذا يكون مع الموظف أو أي موظف في الشركة يريد التبصيم، حيث يستخدم هذا البرنامج، برنامج التبصيم، وهذا كما ذكرت برنامج الإدارة أو برنامج المتابعة. يقوم المسؤول الآن بتشغيل التطبيق. كما تلاحظون طبعا في أول مرة التشغيل يدخل بيانات دخوله، الإيميل والباسورد الخاصة بالإدارة، حيث تظهر هذه الشاشة، شاشة متابعة الموظفين. كما تلاحظون لا يوجد أي موظف موجود في مقر عملي الآن. سأجرب الآن التبصيم، يعني يقوم موظف مثلا بتسجيل التبصيم الخاص به وتسجيل الحضور. كما تلاحظون ظهر هنا إشعار للإدارة بحضور الموظف، كما تم تغيير هذا الرقم، أصبح عدد الموظفين الموجودين حاليا هو 1. يمكن طبعا الضغط على هذا الزر ومعرفة اسم هذا الموظف. طيب ماذا لو قام الموظف بتسجيل حضوره ثم انصرف من مكان عمله؟ طبعا هذه مشكلة تواجه الكثيرين. النظام قد أوجد حل لهذه المشكلة، وهو بتمكين المدير أو المشرف بالحصول على الموقع الجغرافي للموظف الذي أثبت حضوره، وذلك بالضغط على اسم الموظف هنا ثم اختيار نعم. لاحظون أنه جاءت إلى الموظف رسالة تخبره بضرورة تحديد مكانه. يمكن للموظف كتابة المكان كم، أو يمكنه تركها فارغة. لو تركها أيضا فارغة ولم يكتب أي شيء وأغلق الرسالة، سوف تصل للمدير رسالة تحتوي على المكان الفعلي لجهاز الموظف، ويظهر ذلك أيضا في التقارير. طيب ماذا بشأن الخصوصية، خصوصية الموظف؟ هل يمكن للمدير معرفة مكان الموظف في أي وقت؟ بالطبع لا، يعني لو الموظف سجل انصراف، لاحظ هنا أن اسم الموظف اختفى ولم يعد موجودا، ولا يمكن للمدير معرفة المكان المتواجد فيه الموظف حاليا.
طبعا هذه الخاصية لحماية خصوصية الموظف، بمعنى أنه يمكن للإدارة معرفة أماكن الموظفين الموجودين في أماكن عملهم فقط وليس الموظفين المنصرفين. يعني تنويه أخير بالنسبة لسرعة التبصيم للموظف، طبعا عند حضور الموظف لمقر عمله يضغط فقط على هذا أو هذه الأيقونة ثم يضغط على تسجيل حضور. كما تلاحظون تم التسجيل في ثواني قليلة، ثانيتين تقريبا تم تسجيل حضور الموظف. لا يقوم الموظف بإدخال أي بيانات، فقط كانت أول مرة يقوم الموظف بإدخال إيميله وباسورده، بعد ذلك عند تشغيل التطبيق في أي وقت يتم الدخول تلقائيا على شاشة التبصيم. بخصوص برنامج المتابعة، طبعا يمكن للمدير أو المشرف مشاهدة تقرير سريع عن جميع حركات الموظفين من خلال هذه الشاشة. طبعا هنا تظهر صور الموظفين، لو ضغط على أي حركة تعطيه تفاصيل هذه الحركة. هنا من المفترض أن تعرض صورة الموظف المسجلة في النظام، وهنا صورة الموظف أثناء التبصيم. يمكنه أيضا الضغط على هذا الرابط أو اللينك لعرض خريطة تظهر المكان الذي قام الموظف بتسجيل حضوره فيه. في الختام أود أن أقول أن نظام كامتند هو نظام رائع بالفعل، سوف يمكنك كإداري من المتابعة الدقيقة والفورية والخالية من أي شك لأوقات حضور وانصراف أي موظف لديك، وسوف تتأكد في أي وقت من أن الموظف موجود بالفعل في مكان عمله. يمكنك تجربة النظام مجانا لمدة أسبوعين، بعد ذلك يمكنك الاشتراك في الباقة المدفوعة. كانت هذه لمحة سريعة عن كيفية قيام الموظفين بتسجيل حضورهم، وإن شاء الله تابعونا في الفيديوهات القادمة، سوف نعرض الكثير من التلميحات والطرق المختلفة لاستخدام البرنامج، وسوف نعرض الكثير من المميزات الأخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.